بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبتنا الأعزاء. هذا المثال الثاني الإكزامبل 2E للـ AC circuits. شي يقول هذا المثال؟ يقول coil having resistance of 12 ohm and an inductance of 0.1 Henry is connected across 100 volt 50 hertz supply. عندي ملف يحتوي على مقاومة قيمتها 12 ohm ومحاثة قيمتها 0.1 هنري، مربوطات هذني على مصدر فولتية اي سي مقداره 100 فولت و50 هرتز سبلاي. مش مدري ان واحد يقول مش مدري ان اي سي لان مطيك تردد، مطيك انا مطيك تردد ان هذا اي سي، اي سي دائره اي سي. زين كالكوليت احسب the reactance and impedance of the coil. احسب الممان الرادة السعوية، عفوا الرادة الحثية والممانعة لهذا الملف. The current B احسب التيار. C the phase difference between the current and the applied voltage. احسب ان الفايز ديفرنس فرق التطور بين التيار والفولتين مطبق. حسب منطوق السؤال نكتب الحال، نرسم الدائرة حسب منطوق السؤال اللي هي عبارة عن شنو؟ ذني محاثة ومقاومة مربوطات على مصدر اي سي قيمته 100 فولت 50 هرتز، قيمة المحاثة 0.1 هنري وقيمة المقاومة 12 اوم. المطلب الاول اندكتيف رياكتنس اللي هي الرادة الحثية اللي هي XL 2 باي اف ال حسب قانون هذا تذكروه من المحاضرة السابقة، 2 في 3.14 في 50 في 0.1 تطلع لك قيمة الـ XL 31.4 اوم. زين الشق الثاني من المطلب الاول اللي هو الامبيدنس، الـ Z تساوي حسب القانون اللي اخذناه بالمحاضرات السابقة لا تذكروه هو R تربيع زادا XL ناقصا XC الكل تربيع، بما انه متسعة ما عندي بهاي الدائرة فاذا XC اعوض عنها بدالها صفر، ماكو بدال الاكسي صفر هنا، ار تربيع زائد اكس ال الكل تربيع. تمام الكل عفوا ار تربيع زائد ار تربيع زائد اكس ال اكس ال تربيع الكل تحت الجذر. زين وتساوي ربع المقاومه ربع الاكس ال، اجمع التربيع مال كل واحد من عندهم اجمعهم اجذرهم تطلع الزد 33.6 اوم. المطلب الثاني يريد التيار، التيار عبارة عن شنو؟ في على زد 100 على 33.6 يطلع لك 2.976 امبير. المطلب الثالث الفيز ديفرنس، قبل ما اطلع الفيز ديفرنس اكون ارسم المخطط الطوري لهذه الدائرة، بما انه هي رادة عفوا بما انه دائرة بها R و L، فاذا ارسم الريفرنس مالتي هو الاي التيار فولتيه المقاومه ان فيز وذ اي يعني نفس التطورويه التيار في ار حسب ما اخذناها، الفي ال متقدم على التيار بزاويه 90 ديجري بزاويه 90 درجه، والفولتيه راح يصير بهاي الشكل فولتيه الكليه راح تصير بهذا الشكل. تمام فولتيه الكليه بهذا الشكل. زين والزاوية المحصورة بين ال V وال I قيمتها ثيتا قيمتها ثيتا عفوا قيمتها فاي وهذا يدور ب اوميجا راد بير سكند. هذا الفيزر دايجرام. من خلال الفيزر دايجرام ليش انا رسمنا الفيزر دايجرام؟ ليش رسمناه؟ حتى اطلع الزاوية مقدار هاي الزاوية اقدر اطلع انه ظل هاي الزاوية اللي هو المقابل على المجاور، المقابل هذا اللي هو نفس ال VL على المجاور VR. تمام لو لا تان ثيتا تان فاي عفوا VL على VR، واضح VL على VR تان ثيتا VL على VR. ال VL هو XL في الآي وال VR هو R في I. تمام لو لا I و I يختصر XL على R، اذا تان ثيتا فاي هو اكس ال على ار، الاكس ال 31.4 على ار قيمه 12 تطلع لك التان فاي 2.617. زين هاي ال 2.617 شنو معناته؟ هاي التان فاي انا ما اريد تان فاي، اريد الفاي اقله تان انفيرس هذا المقدار تان انفيرس بالحاسبه
تان انفيرس هذا المقدار طلع لك الفاي مقدارها 69 ديجري. شكرا جزيلا لحضراتكم.